لفائنا سيردون. كان واضح أنه في رد بهالعشرة أيام. ما تتخيل ما تتخيل قديش في وساطات. وهناك من أراد توصيل سماحة الأمين العام لدى إيران يعني قبل حصول مين الضرب. يعني هناك من أراد هلا ما بدي فوت بالتفاصيل، يعني خليني أقول لك أنه هناك من جهات عليا في أوروبا طلبوا توسط الأمين العام. السيد شرح أنه يعني التمادي الصهيوني في تعرض الجمهورية جعل كل ما يمكن أن يطرح على جنب، ولذلك كان لابد للرد أن يحصل وقد حصل. نعم. طيب هذا الرد المدروس بهذه الطريقة بشكل أن لا يفتح حرب كبرى، هربوا منا منذ 7 أكتوبر. هلا خلينا نقول شو قصة الحرب. يلا. شو قصة الحرب هلا؟ طيب كان عم ينقال عم يضربوكم ليش ما بتردوا؟ فكان ينقال ما هن خايفين من الحرب. طب ما هي هنردوا، ما هي هنردوا. اللي خايفان من الحرب ومذعور وملجوم، ومثل ما كان واحد يقول ابدا انا براهن انه الايرانيه ما بيردوا. طب ما ردوا. اذا الحكي عن انه هناك من لا يريد الحرب الاقليميه ما تنحط عن الطرف، لانه بالحرب الاقليميه وتحديدا ما في حرب اقليميه، يعني انت حط الامريكان على جنب، الاسرائيلي ما بيكلف شيء بالحرب، ما بيكلف شيء. كيف يعني ما بيكلف شيء؟ يعني ما فيك تحط الامريكان على جنب، على ما فيك تحط العالم كله على جنب. لا قادرون على هزيمته يعني اذا لحال. اي لحال قادرون على هزيمته ولن يكون لحال. صح. ولذلك من يخشى الحرب الإقليمية مش جانب واحد، يعني بنقال دائما الإيراني ومحور، لا، من خلال القصف اللي صار، من خلال الأنشطة اللي عم بتصير أظهرنا بلبنان فتحنا هذه الجبهة وما كنا خائفين، لأنه كان ممكن يقول ما الإسرائيلية رح يعملوا فيكم ويسوون، قالنا كثير هذا الحكي، لكن ما خفنا وكملنا. الإيرانيين بنقال لهم أنتوا إذا فتوا رح تنضربوا، فاتوا الإيرانيين وقصفوا وكل شيء. الخوف اللي عم بيحكي عن تخويفنا أو وضع حدود، خلي يبين لنا وين الحد اللي وضع لنا إياه ونحن التزمنا فيه. نحن أبدا، نحن من اللحظة الأولى قلنا أن ما نحن بصدده هو مؤازرة الشعب الفلسطيني في غزة. هذا بدي أحكي فيه على جانب، خليني أكفي بالموضوع الأوسع. كل شغلنا هو كل شغلنا ما له علاقة لا بمصالحنا ولا بأي شيء، يعني بقصد مصالحنا الضيقة ولا بذواتنا ولا هو فقط نصرة لأهل غزة.